مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ ما كنتم شايفين اليوم في عنا تشكيل جديد من السبينرز، وبعتقد أكتريتهم مميزين إذا ما كانوا كلهم. ومثل العادة دائما بس أنا أعمل موفي أو فيديو عن السبينرز، دائما تذكروا إنه كل السبينرز الموجودين اللي عم فرجيهم هني لمحل جيمرز، أنا بس بخذهم لأعمل ريفيو وبرجع بردهم. عملت علي إشاعات أنا صار عندي بالبيت شي 1500 سبينر ومستعد أعمل انقلاب، بس لا، طمنكم ما في ثورة سبينرز، أنا مجرد إنسان بسيط. فتشوا البيت تبعي، عندي 2 سبينرز، واحدة أوريجينال دفعت حقها من جيبتي، وواحدة إجت لي تقديمي من الأستاذ عماد والأستاذ رامي لشغلي الدؤوب. هي جديدة كلمة دؤوب. المهم هذا جيمرز، رقم التليفون موجود هون 115-365 أكيد 03، هو أولد سكول من أيام وقت ما كان في MTC والفا، كان في سيليس وليبان سيل، الله يرحم جدكم. اسألوا أبوكم عن سيليس اللي كان معه سيلس مثلث. هلا خلينا نحكي شوي بجدية ونعمل الريفيو. مؤخرا نلاحظ على الإنترنت وخاصة المحلات الكبيرة اللي أصحابها كبار بيفكروا حالهم إنه بيحطوا صور أو كذا للسبينرز، بجيبون ستوك فوتو من الانترنت، او اضرب منها بيكونوا جايبين فيديو من واحد بنجلتشي بمدغشقر او بكوالالمبور عم يعمله، او بيحطوا الفيديو بيقولوا يابا هيدا الفيديو عنا بالمحل. انه يا اخي ليه الهبلني انه جيب السبينر صورة حملها بيدا وحط الفيديو، ليه لا تصور لي تجيب لي فيديو من الواتس اب اخده من اكو واحد من هيدا شو اسمه اسلام اباد او شي شغلة وتحطه وتقول، ولا تقول للعالم شيء، تخلي العالم يحكوا انه واو ليك فلان الفلاني عنده هاي السبينر اللي ما في منه بلبنان، كلها يطلع سكون نبرص ما عندهم شيء. هذيبه بيجيبوا حبه من كل سبينر وبيصفخوا العالم فيها. المهم بلا الحديث كله، اليوم عدوا معي، افتح يا سمسم ابوابك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سبينرز، واذا طلع عليهم بتلاقي كلهم مميزين. حنبلش فيهم بالترتيب الابجدي، هو كذب من اليسار الى اليمين. المهم هالسبينر ملوني رينبو كولر، حديد ثقيلي ما فيها كتير مميزات الا لطقله ولونه، وهالبرمي ومثل العاده انتو بتعرفوا هالالوان مع الشمس مع الضوء بتاخذ وبتعطي حلوه، بتلاقي في عندك يور اون برايفت لايت شو، حلوه بنصح فيها لا باس، ما شايف فيها شي غلط، سريعه وثقيله وشكلها حلو. اوكي هيدي بتاخذ السيل اوف ابروفل، تفضلي عادي هون انت بتعدي بصدر البيت والعبي للباقيين. خلينا نقيم جيمرز حطوا هون على الطرف، بس مثل ما قلتوا اكسترا بابليسيتي اولويز جود بابليسيتي. هلا الثاني غريبه جدا، بتذكرني بشي متاهه ميز او لابرنث. المهم عادي حديد ثقيله رينبو كولر، تعالوا نبرمها. كمان تضوي تعمل الوان. الحلو فيكم تشوفوا فيها انه في 2 رينج، اذا وقفناها هني ما في 2 رينج، بس اذا برمتها بتبين عليك اوبتيكال الوجن انها 2 رينج. اوكي حبيتها، كمان منيحه مقبوله باسابل امرئي. هيدي صرت شايفهم مؤخرا، هيدي اجدد موديل نازل، ذا ويل اوف فورتشن. وات يو غانا تيل يور داد لايك اتس ويل اوف فورتشن، ايس اوف بيس، احسن فريق تاريخ البشري. كمان حديد ثقيلة رينبو كولر رينبو باترن، تعال نبرمها. واو كمان وهيدي الالوان تاعونا اسم منو قوية، بس بيعملك مثل اوبتيكال الوجن. حلو حلو، very much approving، you are very good، sit here with your friends. اذا ما نكون friends بتكونوا enemies. هلا ها واو، هذه بتذكرني في زهرة اللوتس، في زهرة اللوتس زهرة بالصين. حلو حبيتها حبيت، حلو نايس نايس نايس، very good first impression. فينا نشوف انه في عليها رسم نجوم، هذه على علاقة بالصين، China land of the rising، ما بعرف شو هذيك land of the rising sun. المهم حديد ثقيله كمان رينبو كولر، بس الكروم تبعها شوي اكثر من غيره، تعالوا نبرمه. واو كمان مثل كلياتهم بيعملوا الاوبتيكال الوجن الحلو تبع الضوء، مرتبه كمان لهي. هلا صارت 4 منهم، انا راضي انا عليهم، غريب. هيدي اكيد هيدي ريزنت ايفل بايو هازارد معروفه،
باليابان اف هيدي تعتبر هلا هون بلشت شوي. هلا انتو بتعرفوا انا دائما بحكي الحق، انا مني هون لا اطير فيولي او شيء. هات لشوف هيدي هيك بتفك، هيدي بدي اشوف شغلي. هيدي منا سريعه قد غيرهم، بس حبيت اكشفها شوي. هات نرجع نوصلها مره تاني. اكثريتهم فيهم اذا لقيتون شي مره مثلا برمتهم ثقيله جربوا بس تفكوها نتفي. هي شفتوا هي بس بدها اوقات فك، ما تفكروا انه هي بتكون هيك. المهم اتس اوكي، المشكله انه بعد هدول اللي مرقوا هذه بلاقيها مستوى عادي جدا، بس انه شكلها حلو والبالانس تبعها مرتب كمان نايس، ما عندي كثير مشكله معها، مقبوله. اها هلا هيدي صارت اهتمامي، هيدي صار فيها بول بيرنجز على الطرف، هذا بيعتبر كاونتر ويت مرتب. الحلو فيها انه منا كثير ثقيله، هيدي انه منا بيور ميتال، هيدي الوي، بس الحلو انه طيران. ومثل ما بتلاحظوا الرفع تبعها تبع الايدين والبعد عنهم، هي بيعطيها اشياء تانية انه بتبرم من دون دفشه قوي، خفيف كثير. واو بتسلي. هيدي فينا نعتبرها تراديشنال سبينر، واللون الابيض فيها حلو. لا هي كثير كثير حلو. واو هلا بنوصل على الثلاثه بيس دو ريزيستانس. ريزيستانس ما تبعت الفيزيكا الكهرباء الخطوه، يعني بيير دو ريزون دي اور دوفر، يعني الارت ورك. المهم شو بنحبوا نبلش؟ تعالوا نبلش بايرون مان. عيطت لانه بذكرني بالايرون هارت تبعي. يلعن ايرون هارت، اذا حدا بيعرف شو صار بينكم توني ستارك بالنيو يونيفرس، لوين اختفى وين راح، وليه ايرون هارت اخذت محله، وليه دكتور دوم صار ايرون مان الجديد. غريب، بس دكتور دوم بتفهم، بس ليش هيدي البنت وسمت حالها ايرون هارت؟ شي بيهوي. المهم هجرتها من شوي. I was very 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 impressed. اول شيء صوتها حلو، ثانيا عفوا ضربت ايدي بس بدي افرجيكم شغلي، لانه تراينجل اذا طلعتوا فيها بطريقه انتم عم تبرموها تلاقوها شوي غريبه. حلوه حبيتها كثير عن جد عن جد، يمكن موست اوريجينال سبينر لحد هلا. بس اجرب اصبع واحد حتى نحكي، لنحكي جد نكون واقعيين، باصبع واحد شوي صعبه. هذه مصنوعه تعتديها بايد وتبرمها هيك، هذا شوفها مثل كانها قطعه واحده. صوتها حلو، برمتها حلو، مسكتها بتعقد. هلا بتشوفوا بعد شوي كيف هات نزح هدول شوي لفوق حتى نقدر نعمل التورينج تيست تبعنا بعد شوي. هلا هيدي كمان كتير حلوه، رجعنا على قصه هيدي هالمره 5 جيرز، لانه عندها 1 2 3 4 وهذا اللي بالنص اللي بيبرم معهم. حلوه، بس لاحظت شغله جديده انه اذا برمتها هيك تبرم، وكتير عن جد هالمرة هيدي ضوى كتير حلو مرتبة. هذا لأنه it's gold and silver chrome مع بعض، كتير حلو كتير أوريجينال، يعني بالمين كلياتهم هيدي بعتقد أكتر شي حبيتها. بس فيها دروباك واحد انه هيدي ما بتبرم الجيرز من جوا مثل القبلة اللي الزرقة، بس عدا عن هيك واو. بس تذكروا هيدي منها مصنوعة للسبينينج، هي مصنوعة لتتسلى فيها بس. واو يعني الواحد ما يحكي كلام برات الطريق. This is impressive. واخيرا اخيرا 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 اجا الكابتن امريكا شيل، مع انه هيدا الجابانيز فيرجن لانهم صفر مثل تشين تشانغ تشونغ تبعهم، يعني هيدا كابتن طوكيو. الله يستر عن جد، اوقات بتسال حياتي لوين ويصلي. هلا تعالوا نحكي فيها. هيدي مجرد سيلندر بتشبه وحش الفضاء يوفو، اذا اعطيتني جراندايزر مثلا. على طرف في كذا سيركل، على طرف تاني في سيركل كبيرة. إذا برمت هيدي بتحسوا إنه كان منا عم تبرم، بس برمها من هيدا الطرف يا صديقي. Look deep into my eyes. You will vote. You will like. You will subscribe. And you will comment. أنا هيدي هاي القصدي إنه شو اسمه بيعملكم تنويم مغناطيسي، إنه تبرعوا لي يعملوا لي monetize. المهم كتير رهيب، البالانس تبعها حلو، الفيجوال افكس بيعقب، برمتها طويله جدا. يعني حقيقه انه بلا مزح اللي قال انه هيدي ون اوف ذا بيست سبينرز ما كان عم يمزح. اتس فيري انترستينج، حنحطها هيك لورا. هلا يا شباب حنزح هدول شوي، نخلي شويه مساحه. هلا مثل ما نتوقع انه بلا بس نبرمهم كنت تتوقعوا انه هيدي وهيدي ما حيبرموا
زيادة لنبلش. ومثل ذكروا هيدي القصة ما فيها عدل لأنه في أشياء بتفتح قبل التاني. بس خلينا نضحك بالرغم من كل هيدا. لنشوف مع انه ده ضربوا بعض بكل اساس بس هي منها شيء. هي القصة كلها بس تجربة بسيطة لنشوف مين بيوقف قبل التاني. مثل ما قلت هيدي وقفت، هيدي منها مصنوعة للسبيد. هلا انا متخيل هيدي بدها توقف وهيدي بدها توقف، بس اليوم بعتذر شكلي انا ما قويتهم كفاية. اللوتس وقفت، صاروا اثنين هدول وقفوا حطهم حط بعض. مين حيوقف؟ وقفت الايرون مان، اسا ما وقفت تقريبا. فينا نقول الايرون مان وقفت يا شباب. يلا لنشوف. انا كتير كتير امبرست بقصة الجير، ما توقعت منها هالبرفورمنس بالمرة. انه يعطيها العافية، يعطيها العافية عن جد. توقعت انه الايرون مان ضاين اكتر منها، بس تقريبا لا توقف. بس لا بعتقد اتس جود افورت. لا لا هيدي وقفت كمان هي والايرون مان. هلا منشوف. انا بعتقد هيدي حلت وقف. هلا هيدي كتير سريعة شكلها. المشكلة كابتن امريكا ما بتعرف اذا عم بتخف ولا لا، ساعة عم تبرم عادي. يلا هيدي حتوقف وهيدي حتوقف. حلو هات لنشوف. منيح امبرسيف، ها امبرسيف، ها امبرسيف، وهيدي امبرسيف. يلا هيدي حلت عمول. الايرون مان وقفت، الكابتن امريكا وقفت. وقفت كابتن امريكا، ماني مصدق. ما هي كابتن امريكا مشكلة ما بتشوف انه في وايند داون لقلق. هاي القصة، كابتن امريكا وقفت. وعم يضل الاثنين وسن بيه هدار. لا اذا نعطي تيست بس شيء بعتقد هذه شوي اسرع السن. بس صامدون هدار الاثنين صامدون. حلو. هذا دايما بتلاقي لكم هذا سبيد تيست لنشوف مين اسرع. اكثر شيء انه بتبرم بيناتهم لنشوف مين حيوقف. حيوقفوا مع بعض شكله. انسوا هذه فتحناها قبل هيدي. يلا. وقفت. وهي وقفت وراها. مباشرة بيه ضل اثنين بس باخر لفيت انه بعتقد حيضاينوا شيء هسه. هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف. صعب كثير الواحد يعرف، بس انا بعتقد هيدي حتوقف قبل هيديكي. يلا ثواني 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 انا بحبك ثواني. وقفت وقفت يا شباب وقفت. شرقطت وقفت وقفت. ها the winner the one and only he's on fire boom شكلك. مبروك. اذا بدكم سرعة او شيء، مع انه هيدي ضويناها اول وحدة كمان، اذا نبرموا على السرعة هيدي سوبر سريعة. المهم هذا كان الفيديو تبعنا اليوم. بدي منكم من الكومنتس قولوا اذا في شيء عجبكم، في شيء زهلكم، في شيء لقيتوا خارج عن الطبيعة، او في شيء كرهتوه. انا ناطر منكم اللايك والكومنت والسبسكرايب. رود تو 200 بليز. يلا يعطيكم العافية وشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.